السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الخير. اليوم الفيديو مالتنا يتكلم عن علاقة غريبة بين السجاد وطبقة البيض. شنو العلاقة بين نبتة السجاد وطبقة البيض؟ من يعرف؟ طبعا أي علاقة ماكو بيناتهم، مجرد دا اسوي شو. بالحقيقة راح نتكلم اليوم عن طريقة تكاثر السجاد، طريقة لطيفة بواسطة استخدام طبقة البيض. ليش نستخدم طبقة البيض؟ لأنها هي متكونة من مادة كرتونية، يعني بها ألياف كربون من الورق، يعني جيدة للتكاثر النباتات سواء بالبذور أو بالعقل، تحتفظ بالرطوبة. أكو طبقات بلاستيك تباع بسعر كل الزهيد، إحنا نستخدمها بس مجرد لأنه هي ترتب العقل، ترتب النبات من يطلع ما يصير واحد فوق الثاني، اللي يعني يعتبر مثل الحاضنة لغاية ما تنمو الجذور أو العقل أو البذور، فناخذها بسهولة ونزرعها بالمكان اللي احنا نريده. صلى على النبي وتابعوا الفيديو للأخير، وأرجوكم ادعموا قناتي فلفل وقرنفل على اليوتيوب باللايك والاشتراك. يعني أنا ما أعرف إذا يوصل الفيديو 400 500 أو حتى 1000 مشاهدة، وتشوف اللايكات 12 يعني لايك، يعني هل هو أنه ما عجب هذول 500 أو ما عجب 1000؟ هل هو اللايك يعني راح يتعبكم إذا ضغطتوا عليه؟ أنا هم يعني أتعب أو يعني أصرف هواي وقت ومجهود، مرات الفيديو يكلفني أشهر حتى أشوفكم من البداية النتيجة. بالأخير يعني أستحق هذا اللايك من عندكم حتى أستمر وياكم وقناتي تكون مدعومة. مو لشيء، يعني لحد الآن حتى من أدي الشروط يعني ما مستفادة منها في شيء، مادياً أنا أريدها للأجر، لكن مع هذا يعني جزاء الإحسان هو الإحسان. أنا أسوي هاي الفيديو يعني في سبيل الله والحمد لله، أشكر ما طالبة في شيء، إنه بس مجرد لايك حتى قناتي تستمر وتكون قوية ويتصل الفيديوهات الأكثر عدد من الناس، لأن مرات أشوف يعني معلومات بسيطة بالنباتات الناس ما تعرفها، ذلك لأنه المنشورات اللي فعلا هي مهمة للأسف ما حد يدعمها. يعني لو أكو دعم للي يزرعون والمزارعين واللي يعتنون بالحدائق المنزلية على الأقل، ما نقول إحنا المزارع الكبرى، هاي مو شغلتنا إحنا يعني مواضيعنا ومنشوراتنا تقريبا كلها على يعني على الزراعة المنزلية. فأرجو الدعم من الناس، أرجو الدعم من اللي يشوف الفيديوهات وتعجبه ويستفاد من عدها. أبسط شيء يسويه هو الاشتراك أو اللايك أو مشاركة الفيديو مع غيره حتى أكبر عدد من الناس يستفاد. صلى على النبي ونكمل الفيديو مالتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا عندي نبات السجاد، ما شاء الله كبر يعني جدا مثل ما تشوفون. شوفون هذا نبات السجاد، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كبرت الشتلة. أنا زرعتها من عقلة صغيرة تكاد تكون أصغر من هاي العقلة. شوفوا ما شاء الله حجم الأوراق، يعني يعني كف الإيد. شوفوا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شنو اللي صار هنا؟ الشتلة كبرت، مددت وصارت على الطريق معرضة إنه تنكسر. شوفوا ما شاء الله كل عقلة إيش طلع من عندها. خلي أشوفه، صلى على النبي، واو مكان كل عقلة طلعت، يعني شنو ساق ويحمل أوراق، مكان كل عقلة، مكان كل عقلة. هذا ممكن إحنا نسوي نبات خاص. شوفوا هسه هاي مكان العقلة، هاي كانت عقلة صغيرة، شوفوها هاي عقلة صغيرة، شوفوها من الساق، هاي عقلة ثانية. خلي أوخركم هاي الأوراق الكبيرة، واو شوفوا. شوفوا هاي الثاني، باعوا. فمكان كل عقلة هسه إذا مبينة، هسه شوفوا بس أرفع الورقة الأم راح تبين العقلة الصغيرة. كل عقلة من هاي العقل ممكن تكون عندنا هي نبات جديد وبحد ذاته. طبعا أنا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عندي الكثير من نبات السجاد بالماي بالتربة عندي الحمد لله وشكر، لكن أنا سوي هذا الفيديو للي عنده نباتات سجاد هسه جايبها جديد أو مقتنيها جديد وما يعرف شلون يكاثرها، أو يعني
ما عنده خبرة عنها، فاليوم راح نتناوله. طبعا بشكل عام هو نبات السجاد، نبات يحب الجو الدافئ والمعتدل، بعدة ألوان، أكو منه مستورد موسمي، وأكو من عنده ألوان تكون كلش جميلة طبعا، وأكو من عنده خلينا نقول إحنا هذا نسميه العراقي، اللي هو صيف وشتاء يتحمل، يتعب شوية بالشتاء بالبرد، جزء نجذره وندخله داخل البيت حتى نحافظ عليه، ونزرعه مرة ثانية من يجي الربيع، وجزء نخليه مكان محمي من البرد. يعني هسه اشوفكم انا عندي نباتات بالصيف وبالشتاء، يعني مكانها بعيد عن البرودة محمي بالحديقة اللي على الجدار، انا مسوي عليها فيديو. الري عنده جفاف التربة، ما يحب ري هواي، لان هو اصلا الساق مالته يعني طارية. شوفوا هاي النباتات دائما اللي تكون هيك سيقانها، هاي سيقانها طرية تشوفون، هاي ما تحب سقى هواي، مو خشبية، بسرعة تعفن من المي. هاي اكبر مشاكل السجاد، يتكاثر بالعقل، يتكاثر حتى بالورقة، يتكاثر بالشتلات، يتكاثر بالتجذير بالماء، يتكاثر حتى من البذور. وأنا زرعته مرة من البذور، نجح لكن يطول هواية، يعني هواية هواية ياخذ وقت حقيقة، لأن كلش ناعمة بذورة. الشيء اللي يضعفه أيضا مع البرد أنه تذبذب الري، هذا هم يضعفه. الشيء اللي يضعفه أيضا أنه إذا طلعت بأزهار، اللي يريد يحافظ يعني ما يريد يعني يجمع بذور، شو يسوي البذور؟ وحتى لو يريد بذور الباكيت بألف دينار، فلس ونص، فدائما يتخلص من الورود مالته، تطلع بزهور يتخلص من الشرموخ، ويطلع مثل الشرموخ مرتفع يشيل بذور، فهذا لازم يتخلص منه حتى إذا يريد يحافظ على نبات السجاد. اليوم احنا شنو جابنها طبقة البيض، انا عندي طبقات بلاستيكية، لكن انا اسوي هذا الفيديو للي ما عنده يعني طبقة بلاستيكية، او ما يعرف شلون يكاثر عنده هواية، فاني عجبني اسوي هاي اليوم. تجيبون طبقة البيض تخلو لها بتموس، طبعا دائما استخدموا بالتجذير بتموس، واذا تخلطوا بالبر يعني مع البرلات بعد احسن، تربة خفيفة، اذا ماكو تربة زميج او تربة رملية مو مشكلة الموجود عندكم. طبقة البيض نثقبها من اسفل، ما يحتاج هي يعني تطلع المي الزايد، لكن انا احبها ايضا ازرفها من الاسفل. ورا ما زرفت الطبقة مع البيض من الاسفل وحضرتها، جبت بها تربة بتموس، رشيتها مي، شوفوها منقوعة هي زين، رشيتها مي حتى تكون رطبة. نفسه هو النبات، انتو اذا تريدون تكاثرون من عنده خلوا ببالكم، حاطين اليوم انتو راح تكاثرون من عنده سواء بالعقل او تريدون تجذرونه لازم تكونون ساقي. فهاي شوفوا تربتها رطبة، اليوم سقيتها، فأنا كل يوم أباع على هاي خطية وأقول هاي بعد ساقها ما يتحمل، شوفوا ما يتحمل، يعني هاي كلها إن شاء الله راح تصير سيقان مثل هاي، فالساق راح ينكسر ما يتحمل الثقل. غير هذا أنا يعني بس لمصلحة المتابعين وكلهم على رأسي، وأشكر كل من يتابعني وكل من يشجعني وكل من يضغط اللايك وكل من يعلق لي تعليق لطيف ويدعي لي دعاء خير، الله يكتبه بالمثل وزيادة. خل أشوفكم أنا ما شاء الله أشقد عندي سجاد، وصلى على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا اللي راح نسوي التجربة اليوم به، هاي بسم الله ما شاء الله وحده. هنا عندي طبعا مجذرته بالمي، شوفوا حتى هاي اليوم راح اسوي لها شاره، شوفوا الجذور، شوفوا انا دائما عندي شنو يعني مكانات مال تجارب وجذور وبع، هاي هنا مخلب، عفوا هاي زهوره ابو خنجر، شوفوها بالمي هي مزهره ومتمدده، هاي المكحله المخططه بالمي، هاي مونستيرا او زنبق بال يعني هنا هنا بالمي، هاي مكحلة، يعني هواي شغلات عندي، هاي عفوا البلاب. خليكم وياه، خلينا ويا السجاد، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، بس كل ما يقلل الإضاءة يقلل اللون الأحمر اللي بداخله، يصير اللون الأخضر أكثر. هاي خلوها ببالكم حتى تعرفون إنه السجاد يحب إضاءة قوية بدون إشعة شمس مباشرة. هذا عندي، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هسه يعني الآن أنا أوصيكم بهاي كل هالنباتات الورقية، يصير يعني يعني الورقية الزينة، يعني تحب هذا الوقت من السنة تكاثر، اللي هو نهاية الربيع، من بداية الربيع خلينا نقول لحد ما يبدأ الجو يصير كلش حار شوية توقفوا زين، باعوا
كل عقدة كل يوم كل عقدة هي تطلع ساق. هاي هنا حاطتها ضاع قليش في هاي بالمي شرموخ السجاد اللي تكلمنا عنه هالشكل تتخلصون منه. هاي اذن الصخلة المفروض هاي الورود مالتها نتخلص منها، هم شايفيها قبل اذن الصخلة ملعقة ما شو يسمونها هاي كلها. من طلع النباتات الورقية من تطلع شرموخ اللي بيه الزهور وتطلع بذور تخلص منها حتى نحافظ على النبات. وخليكم وياي، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا ايضا سجاد، هاي النحلة ما ادري ايش بيها متخرب واقفة على الورقة. هاي سجاد، باقي سجاد، طبعا هاي جاي يمكن دور على الفلفل الورد الفلفل. وهاي سجاد، طبعا هاي كلها تجارب، وهنا بالهوسة اني اسوي هاي مكان تجارب. وهذا سجاد، وهم صلى على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهذا سجاد، هذا سجاد زين. نجي على الطريقة شلون راح نكاثر هذا الساق اللي بيه عقل بطبقة البيض. كل عقلة يعني معقدة راح نخليها بفتحة من هاي الفتحات مع طبقة البيض. أول شي لازم نقطع هذا الساق وسمي بسم الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أنا منين راح أقصها، خل أشوفكم منين راح أقصها. راح أقصها منا ليش؟ حتى هاي العقلة تبقى يعني تصعد فوق، وهذا احنا راح نسوي بيه تكاثر حتى شنو لا يروح حرامات. نقول بسم الله ونقصها منه. وهسه من قصيناها يمكن بينت اكثر شلون كل عقدة طالعة من عندها فرع. شوفوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. فانا راح اقص على كل عقدة بيها فرع، اقصها وازرعها واسمي بسم الله واقرأ سورة الاخلاص وصلي على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونخليها مكان يعني تقريبا ظلي او شبه ظلي لحد ما تنمو الجذور مالتها، والري يكون عنده يعني ولا تخلي التربة حيل تجف ولا تسقيها دائما وتعفن العقلة، لا ري منتظم، مجرد انه من نشوف التربة سطح التربة يجف نسقيها حتى تظل رطبة وما تموت العقلة من عندنا. ولما تطلع جذور ناخذها ونزرعها وين ما نريد، باي سنادين باي مكان. خل اشوفكم هم وين عندي سنجاد. هنا هم شوفوا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كلها انا مسويتها من العقل فضل الله، الحمد لله والشكر. طبعا وهنا راح استخدم هرمون تجذير، اللي ما عنده هرمون تجذير عسل او جل الاوليفيرا او دارسين قرفه، اللي هي القرفه. او اذا ما عنده ولا دارسين ولا هرمون تجذير ولا جل الاوليفيرا عادي يقول بسم الله ويخلي العقل عادي بدون كل شيء، هم تنجح ان شاء الله. هاي العقله قصيناها، شوف ايش قدوتها. هذا المي هسه راح شنو نغمسها بالماي ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نغمسها بهرمون التجذير ونقول بسم الله ونغرسها طبقة البيض، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انا هم احب اقرا سورة الاخلاص دائما، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هسه ان شاء الله اسوي هاي الكميه كلها وارجع لكم، يا اما بالدارسين يا اما بهرمون تجذير يا اما بجل اوليفيرا يا اما بدون اي شيء. طبعا هاي الورقه راح اوخرها، هاي هذا الفرع ما اريده، اريد يطلع جذور من هاي العقده تطلع جذور، وهاي راح اخليها، هاي اخليها وهاي اقطعها. طبعا هاي مثل ما تشوفون راح جبت لكم جل الاوليفيرا، وهاي عقله، شوفوا هاي العقله بيها فرع منها وفرع منها، حتى تشوفون شلون دا اقطعها، يعني اخلي الجزء الاطول انه الاسفل اللي راح اغرزه بالتربه، والجزء الفوق لا اقصه اقصر للعقل الطالعه. هاي الاوراق الكبيره لازم نتخلص منها، نبقي بس على هاي الصغار، وهالشكل اللي نحطها. فأنا قسم دا أحطه بالدارسين، قسم بالأوليفيرا، وقسم بهرمون التجذير حتى نشوف النتائج بعدين. أصلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس خلي أصور لكم أنا مين دا أقطع.
اخلي الجزء الاطول هو الاسفل. هسه هاي عقله منها ومنها، انا اذا اقطع هنا تقريبا تقريبا هنا بالضبط هنا، حتى شنو يبقى الجزء الاطول للعقله اللي قبلها، يعني من فوق مو محتاج عقله، خلص بيه فروع حتى تكبر الفروع. قاعده اخلي الجزء اللي هذا هسه الجزء اللي راح يبقى الاطول للعقله، هاي قصيتها قبلها، خليت الجزء الاطول للاسفل اللي راح ينغرز بالتربه، وهاي ما اخلي حرفيا لهنا، يعني كلش قصيره، واتخلص من هاي الاوراق الكبيره، كل هاي راح اتخلص من عندها، ابقي بس العقل. وصلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهاي اخر جزء، رحت فتشت السجاد، يا هو المكسور يا هو اللي صاير على الطريق يا هو راح، يعني هاي قصينا، هذا تشوفونها مكانها، حتى الاوراق جذرتها، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. العقل، الفروع، حتى الاوراق خليت لها قسم دارسين وقسم جل الاوليفيرا وقسم هرمون التجذير، هذا جل الاوليفيرا استخدمته، وهذا هرمون التجذير، وهذا الدارسين. والصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا اخر فرع راح ادفنه هو والقطعة من الاوليفيرا، يوفر له الغذاء والرطوبة الحين ما يطلع جذور. ان شاء الله هاي الطريقة عجبتكم، وبعدين نشوف ايش راح نسوي. خليكم وياي، صل على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنا كملنا زراعة عقل وأوراق وأقلام السجاد اللي هو نفس الكاليوس، وراح نسقيه ري خفيفة، بسم الله الرحمن الرحيم، بس مجرد يعني حتى لا يظل الهواء بينه وبين العقل، وبس وناخذها ونخليها مكان ظلي أو شبه ظلي تحت الأشجار. ونشوف ايش راح يصير بعدين، ان شاء الله كل خير. وهاي اسهل طريقة وانا دائما اجربها، بعقل الداودي، زهور الداودي، السجاد، المكحلة، البذور، وعندي فيديوهات قديمة سابقة موجودة بالقناة طريقة الزراعة بطبقات البيض، سهلة وجميلة وغير مكلفة، مجرد تستمتعون بوقتكم، تلتحمون مع الطبيعة، تلمسون التراب بإيديكم، النباتات، شوية متنفس لمشاكل الحياة وهموم الحياة، حتى شنو تنسون الدنيا وتصلون على النبي وتشوفون الحياة والقوة، شلون الله سبحانه وتعالى يخلق، يعني يخرج الميت الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، شلون بذرة يابسة ميتة يخرج منها حياة، شلون عقلة جامدة يخرج منها حياة، تاخذون عبرة وصبر ان شاء الله. والحمد لله والشكر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا هنا الفلفل طالع، هذا ورد الفلفل الحار، طلع فلفلات نونيات صغار كلش حلوات. لكن خلينا موضوعنا اللي هو تكاثر عقل السجاد بطبقة البيض، طبعا حاطة جواها صينية قديمة حتى الطبقة اللي عم نسقيها مي مثل التموع، فأنا أشرح لكم هنا، أنا جبتها هنا المفروض أنا أخليها في مكانها الثابت، يعني إذا سويتوا هاي الطريقة يا أما هم تخلوها على صينية أو أي شيء قديم تقدرون تشيلوا بها، لأن من ترش تسقوها بعد هيك تموع الطبقة مال البيض تعرفون من الماي صار رطبة بعد ما تنشال، يا اما تخلوها مكانها الثابت تزرعوها، يا اما تحطون جوافه شيبه حتى تقدرون تشيلوها بعدين تخلوها في مكانها اللي تريدون تخلوه الحين التجذير، واصلا خليها مكانها واشوف شي يصير. وهذا المكان السر الي اللي اجذر بيه، لان جو حلو هنا تقريبا ظل او شمس مغربله، وهاي دائما بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله تنجح العقل. هاي عقل الجهنم الكثيرة، هذا شنو هذا الجمال، هذا ايه الفلفل الحار، ايه دمعة الطفل، فراشة، سجاد، ايه زهور كلانشو، صبار الاجاف، دائما انا هنا شنو اسوي تجارب. هاي مخلب القطن هنا مجذبته وصاير
كوسة، وهاي السجادة اللي جذرناها من الساق الخشبي بسميد، وهاي وردة جمال كاثرناها بالترقيد. إذا واحد يحب يعرف شلون يكاثر وردة الجمال بالترقيد يكتب لي بالتعليقات حتى أسوي لكم فيديو عنه. شوفوا، وهاي سندانتي السرية، هاي المينا انها كثرتها، هاي ايضا مينا، وها شنو هاي الياس، هاي اقل الياس، شوفوا نجحت بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اقلام ماتت واقلام نجحت. هذا كل ما كان عندنا عن التكاثر السجاد او الكاليوس بطبقة البيض. ادعموني بلايك والاشتراك وانشروا الفيديو حتى يستفاد منه اكبر عدد من الناس، وشكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم. تابعوني على قناتي فلفل وقنفل على اليوتيوب.